نمشي إلى ولاية قفصة، وين مثل قرار غلق مقر سوق الجملة الجديد مصدر تثمر عمال وتجار الخضر والغلال المعروفين بالهباطة بالسوق، وكردة فعل منهم ورفضا للقرار هذا تعمدت مجموعة منهم إلى غلق الطريق الرابطة بين قفصة والقسرين وحرق العجلات المطاطية. أكثر تفاصيل نتابعها في التقرير هذا. حرق العجلات المطاطية وغلق الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقسرين، هكا عبر تجار الخضر والغلال المعروفين بالهباطة في سوق الجملة بقفصة على احتجاجهم وغضبهم من قرار غلق مقر سوق الجملة الجديد ورفضهم الرجوع إلى المقر القديم الكائن براس الكاف، نظرا لعدم توفر الأمن وعدم التهيئة الصحية للمقر على حد تعبيرهم. تعرضنا للضرب، تعرضنا للخطف، معناها ناس مسيطرين علينا وهم يحبوا يستولوا على السوق بحكمهم، معناها انهم هم المكاس المستلزم الوحيد عنده 20 سنه يخدم في القطاع هذا، معناها ما يحبش المرش يتفرط من ثم باش ما يجوش شكون يضغط عليه في حكايه المكس. انا نحب للسلطه المعنيه، نحب للسلطه المعنيه تتدخل في الامور هذه فورا، ما معناتها ما نبقوش نستنوا، احنا رانا ناس فهمتني نخلصوا من البلديه وعندنا كونترا من البلديه، ما عندناش سوق موازي في حي النور، احنا ناخذوا المرش اللي موجود، عندنا مرشي موجود يخضع البلدية قفصة، ما عندناش مرشي اخر. مستلزم سوق الجملة بقفصة اكد خلال زيارتنا لمقر السوق انه ما قام به المحتجين غير قانوني، وشدد على عدم قدرة الفضاء الجديد على استيعاب كل التجار، وانه العمل بالسوق متواصل مع بقية التجار رغم الاضرار اللي طالتهم. هذه حكاية عملوها، هذه حكاية استباقية، يحبوا هم يفكوا السوق ويحولوه بطريقتهم الخاصة، هذه ما هوش القانون، راه فوق الجميع، مش فوق هنا ولا هم، فوق الناس الكل. وعند اتصالنا برئيس النيابة الخصوصية بقفصة عبد الوهاب رجب أكد أنه المقر الوحيد للسوق هو المقر القديم بمنطقة راس الكاف، وعلى التجار الالتزام بالقانون. الوقت الحالي هو يخدم السوق ونخدمه به معناها بالموافقة امتلال الهباطة الكل في امتلالها، قلنا تيتلزوا هم تاو طريف، معناش معناها فضاء آخر في امتلال نجم يمكنهم من معناها من بيع المواد نتاعهم، ان شاء الله ننتهوا من الاشغال ويكون عندنا سوق فهمتي لا جاهزه معناها كما الاسواق العاديه. وضعيه صعيبه يعيش على واقعها هباط السوق الجمله بقفصه نتيجه الانشقاقات الحاصله بين الرافضين لمغادره السوق والرافضين للرجوع للعمل فيه، ليبقى المتضرر الوحيد هو المواطن بحكم عدم توفر جميع المواد من خضر وغلال ونفور المزودين في ارتياد السوق.